تضمنت الهجرة النبوية الشريفة العديد من الدروس القيمة اللي يمكن إن إحنا نستفيد منها في حياتنا اليومية، حيث نتعلم منها أهمية الصبر والثبات في مواجهة الشدائد، بل الصبر في كل وقت وحين، لأن الصبر ده قرين الإيمان للمؤمن في رحلته في الحياة الدنيا. صبر سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وصبر أصحابه الكرام على اضطهاد قريش الديني لهم وإيذائهم الشديد المستمر حتى جاء أمر الله تعالى بالهجرة، لأن كانت قريش بتمارس ضد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وضد الصحابة الكرام اللي احنا بنسميه في المصطلح المعاصر بالاضطهاد الديني. يعني لو لم يتعرض النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمون لذلك ما ترك النبي عليه الصلاة والسلام مكة المكرمة، لكن آذاه كثيرا، آذته قريش وآذت المسلمين كثيرا اضطهادا دينيا مارسته قريش ضد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وضد دعوته المباركة وضد الصحابة الكرام الذين تبعوا دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. فصبر صلى الله عليه وسلم وثبت على الحق هو ومن معه، عشان كمان يتعلم الإنسان أن سلاحه الصبر والثبات على الحق في هذه الحياة ليصل إلى ما يريد وليصل إلى خيري الدنيا والآخرة. كمان بتبرز الهجرة النبوية المشرفة أو حادث الهجرة، بيظهر من خلال تتبع السيرة في هذا الحادث العظيم أهمية التخطيط الجيد. المؤمن مش لا يعمل بالوقت كده، يعني مش وقتي القرارات، لا، بيدرس القرارات المتاحة بالنسبة له، الوضع الحالي بالنسبة له والوضع في المستقبل. إذا كنت أنا هاخد القرارات اللي هي واحد واثنين وثلاثة هيحصل إيه، لا ما خدتهمش، ممكن يترتب على عدم هذا الأخذ إيه. المؤمن بيفكر، المؤمن كيس فطن. ولذلك شفنا في قدوتنا العظمى سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام أهمية التخطيط الجيد، وده شيء ضروري جدا على مستوى الأفراد وعلى مستوى الأمة، بل على مستوى الدول. لابد الإنسان يمشي في هذه الحياة بمنهج في كل شيء. أهمية التخطيط الجيد ده من أخطر الدروس اللي بنتعلمها من حادث الهجرة الشريف، لأن حضرة رسول الله عليه الصلاة والسلام خطط لكل خطوة في الرحلة بتاعته بحكمة شديدة ورحمة وحلم ودقة عشان يتجنب المخاطر قدر طاقته صلى الله عليه وسلم. ومش عشان هو رسول رب العالمين للعالمين اعتمد على كده فقط، لا، أخذ بالأسباب واجتهد في الأخذ بيه عشان يعلم الأمة إنه ضروري الإنسان في سعيه في الحياة الدنيا في هذه الرحلة إنه ياخد بالأسباب قدر طاقته، كل الأسباب اللي ربنا أتاحها للإنسان يأخذ بها، ينظم الخطوة بتاعته، وإنه كمان يضع خطة جيدة محكمة لحياته قدر اجتهاده وقدر طاقته وقدر ما أتيح له وأذن له الرحمن من الأسباب. بالإضافة إلى ذلك بيبرز لنا حادث الهجرة الشريف، هجرة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، قيمة التعاون والوحدة، إن الناس تبقى صف واحد، لأنه في الحادث ده تعاون المهاجرون والأنصار، ورحب الأنصار بالمهاجرين اللي جم إليهم، لأن المهاجرين هجروا مكة وتركوا ديارهم وأموالهم وكل شيء يخصهم، وتركوا البيوت وتركوا كل حق وتجارتهم وعلاقتهم وهاجروا من مكة، تركوا أوطانهم إلى المدينة المنورة، استقبلهم الأنصار وعاشوا في سلام وفي اتصال شديد وفي إثار، وتعلمنا معاني كتيرة جدا في هذا الاتحاد اللي كان بين المهاجرين والأنصار. وقفوا خلف القائد بتاعهم وهو سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام صف واحد عشان يقدر يعبر المخاطر اللي كانت بتمر بيها الأمة الإسلامية عشان يوصلوا لبناء مجتمع قوي ومتماسك يتحمل أمر الدين ويسعى للبناء وعمارة الكون، لأنه هو ده اللي بيأسس الحضارة الحقيقية. ده بجانب إن هم كانوا يعني بيشتغلوا على أنفسهم، تزكية النفس بكل حسن وجميل وتخليتها من كل قبيح
ودميم. ده كان المنهج اللي كان عليه الصحابة الكرام، وكانوا في ده بيتبعوا حضرة رسول الله عليه الصلاة والسلام اللي كان بيوجههم وكان يأخذ بأيديهم بمنتهى الحلم والود والرأفة، وكانوا هم كمان صف واحد خلف حضرة رسول الله عليه الصلاة والسلام عشان يقدروا يتجاوزوا الصعاب اللي هم كانوا فيها، لأنه كان في صعاب شديدة كانت بدايتها أنهم يتركوا أوطانهم اللي هو مكة المكرمة ويهاجروا إلى المدينة المنورة، لكن تركوا كل ده لأجل أن يعودوا فاتحين منتصرين. هنعيش مع ونركز مع بعض الدروس المستفادة الأخرى من الهجرة عشان ننتفع بيها في حياتنا. وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف، وانسب إلى قدره ما شئت من عظم، فإن فضل رسول الله ليس له حد، فيعرب عنه ناطق بفمي. مولاي مولاي صلِّ وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.